للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من لبنان الأستاذ جورج العقوري الكاتب الصحفي اللبناني. بعد التحية أستاذ جورج، في البداية نحن أمام جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، فمن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية والإنسانية في غزة إلى الجنوب اللبناني وبيروت، ما تفسيرك لما حدث من الهجمات الأخيرة على الجنوب اللبناني وما هو الجديد في لبنان لديك الآن؟ تحية لك ومشاهدين. تحياتي لك. إن الحديث عن جريمة ضد الإنسانية بعد سنة على حرب غزة لم يعد بالأمر المفاجئ، لذا يجب التركيز على كيفية إنقاذ لبنان من هذا المستنقع وكيفية الحد من هذه الاعتداءات الإسرائيلية. لبنان في الحقيقة ما شهده لبنان منذ ما بعد كلمة نصر الله في الأمس أمين عام حزب الله هو غارات غير مسبوقة في مناطق الجنوب والبقاع الغربي بكثافة كبيرة جدا في الأمس، والمشهد الآخر المهم هو استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال الرجل الثاني الذي أتى خلفا لفؤاد شكر، أي ما يمكن القول أنه رئيس أركان حزب الله اليوم إبراهيم عقيل، مع عدد ضحايا بلغ حتى هذه اللحظة 12 قتيل وعشرات الجرحى. وصل الحديث عن أنه كان هناك اجتماعا ويوجد قادة من بين المفقودين أو القتلى في هذه الغارة، أضف إلى أن عدد المدنيين كبير، لأن إسرائيل يعني حين تريد التخلص من هدف لا تسأل عن مدنيين وتعتبرهم بأضرار جانبية، فالهدف الأساسي لها هو كان إبراهيم عقيل ومن يرافقه من قادة الرضوان، أي الرجل الأول عسكريا وربما الثاني من بعد السيد حسن نصر الله. لكن برأيك أستاذ جورج، ما هي الرسائل التي يريد أن يرسلها نتنياهو من هذه العمليات الاستباقية المتلاحقة، وخاصة مع استهداف أعضاء حزب الله اللبناني في هذه الانفجارات الذين أصيبوا بصورة بالغة؟ المسألة ليست مسألة رسائل. منذ اللحظة الأولى حين قرر حزب الله التفرد كفصيل في لبنان لفتح شبهة الجنوب، كانت هناك ارتفعت أصوات الداعية إلى تحييد لبنان، إلا أنه مصر كما قال الرئيس كما قال في الأمس السيد نصر الله على ربط مصير لبنان بمصير غزة وعدم السير وعلى عدم السير ب 17/1. الجانب الإسرائيلي كان يحاول، وخصوصا عبر وسطاء كأموس هوكشتاين الموفد الأمريكي، حاول هذا الموفد العمل على تهدئة الجبهة وعلى الدفع بلبنان وإسرائيل للسير بال 17/1 وفرملة الاندفاع نحو حرب. عامل الوقت بدأ يتسارع، وكان الموقف الإسرائيلي منذ أيام أن منسوب السير بالحل السياسي يتقلص، وبدأ منسوب السير بالحل العسكري يرتفع، وهذا ما نشهده من ضربات متتالية ليس آخرها منذ يومين أو ثلاث ضرب شبكة حزب الله شبكة اتصالات عبر الضربة الموجعة التي تلقتها بالانفجارات التي أدت خلال دقائق إلى خروج أكثر من 3200 كادر ومسؤول وعنصر من حزب الله عن الخدمة الفعلية بسبب الإصابات التي تعرضوا لها. بالحديث عن الإصابات والهجمات التي تعرضت لها قائدي حزب الله اللبناني، إبراهيم عقيل قائد وحدة الرضوان التابعة للحزب أو حزب الله اللبناني قال أنه على استعداد لكل الاحتمالات سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم، كيف ترى هذا التصريح وأثار هذا التصريح وهذا التصعيد على لبنان ككل من وجهة نظرك؟ لا المسألة لا تحتاج إلى أي تصريح. هناك خيار إسرائيلي إما بالسلم إما بالحرب، يريدون ضمان منطقة الشمال، يريدون أن لا يبقى هناك خطر داهم يسمى حزب الله باستطاعته تكرار تجربة 7 أكتوبر. هنا الهدف الإسرائيلي الأساسي،
ومن هنا ما نشهده اليوم يأتي في هذا المضمار في يعني مسعى بين يعني الدبلوماسية تراجعت وتكاد تكون أصبحت معدومة أمام التقدم الكبير لمكنة الحرب وأمام إصرار إسرائيل من جهة على إنهاء الجبهة مع لبنان بالقوة وترتيب وضع حزب الله، في مقابل إصرار حزب الله على الاستمرار كما قال أمين عامه بالأمس، وعلى ربط مصير لبنان بمصير غزة، وعلى عدم السير بالقرار الأممي 1701 الذي قد يكون مدخلا للخروج من النار المشتعلة اليوم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة جورج العقوري الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من لبنان، شكرا جزيلا لك.